بكم حبيباتي، هذا هو الجزء الثاني لجولة ديال أمين ونوس وفان أحمد، لأنه الفيديو غادي يجي طويل فكرت قلت ندير جزئين، هذا هو الجزء الثاني، خليكم على الفيديو حتى الأخير. Thank you.
دخلنا الجران بازار وكل واحد يشدني دخلنا كل واحد يعرض عليك اجي تشربي اتاي اجي تشربي هذا اجي تشربي هذا. هما فيهم الكرم بزاف بزاف يعني الشعب فيه الكرم ضروري كيعطيك الاكراميه ديالك كيقول لك اكراميه اكراميه يعني كرمك الشاي ما يمكنش تدخلي عندي واخا ما تشريش ما يمكنش تدخلي عندي بلا ما تشربي الشاي ولا شي حاجه. فجلسنا لقيتك لقيت مول المحل هذا اللي وريتكم دابا والمحل كيعرف بات راجلي وكيعرف راجلي وعرف عائلته وهو صدق جيرانهم في البحر الاسود جيران و الا بغيتو شي وحده مثلا تجي هنايا لهنايا ونجيبها عنده ويدير معها اثمنه مناسبه لانه صدق معرفه. ودابا غاديين دابا ناخذ الترامواي ونمشيو للسلطان احمد واخا الوقت عطل شويه باش انا نخرج دايرين النوبة ولكن ما بان لي غادا نكون في الدار حتى 8 ولا 8 ونص بعيد هذه الجهة الأوروبية ف عندما نديرو بعيد بعيد بزاف. مسجد السلطان احمد او المسجد الازرق كيقولوا لي لا موسكي بلو. عينا الصراحة اليوم بزاف عينا من 6 الصباح كنا واقفين ولكن الصراحة يستاهل. أنا كيعجبني نبقى نخرج ونكتشف الأماكن ونتسارى وندور ونتفسح نتعرف على الناس جدد. اليوم شحال من عربي وعربية تعرفت عليهم تعرفت على عرب عرب العرب بزاف كيعجبني نتعرف على العرب كنحس براسي انا ماشي في الغربة كنحس واحد فاش غنقول لكم ما عرفتش باش نفسر عليكم ولكن تكونوا فاهميني. دابا العصر كيصليو العصر جميع الجنسيات ممكن تلقاوهم هنا.
عيط بطل كيري كنت غنخب في واحد بالتليفون شوية وصنقو هادوك مغربيات مغاربة في يوم جروب بانو ليه تشي مغربيات يلا هي حبيبة دابا نجيو لآيا صوفيا ما عندناش الوقت نبقاو ندخلو لكل شيء بالتفصيل لكن حبيباتي نحاول نوريكم نعطيكم لمحة عن آيا صوفيا بالنسبة للبنات اللي ما جايينش هنا ما جاوش هاي دي أوفاس معنا خلينا السلطان احمد مرانا الدنيا زحمة الشين والجابون كل شيء العرب كل جنسيات جاي اسطنبول هاد المناطق السياحية اللي تلقاو فيها الهنود نتوجه الآن إلى آيا صوفيا كاين غير التساطيح ما كاين غير التساطيح صايب الواحد هنا باش يتسالى على راحتو عرفتو علاش حيت كلشي كيصور كلشي حال الكاميرا كيصور وانت كتبغي تدوزي قدام وانت كتحبسي عاوتاني كتحناي ولا تسناي حتى يصور فهوليكي كلشي زوين ممتع للغاية جات وضرت عاشي وجات خديجة ميري توضرت لا لي ما عندها تل تليفون باش نعيط له وتليفوني انا طافي يا لهوي كادرت القدم يا ويلي انت هنا وانا كنقلب نوتي مني خلع يا سكترتها لي مع راسي عيتي ما عرفتش جا خديجة حتى عيات دابا لواحد المغارة تحت الارض رائعة جدا واحد المنظر الله سنطيح بالدروج عندي 15 دقيقة بعد 15 دقيقة غيقفلوا الابواب قالوا لي بزيت باش خلعوني دخل قالوا لي عندك 15 دقيقة دخلي دغيا وخرجي فانا ما كان بانش يمكن ماشي رائع هذا المكان تمام مغارة كتهبل حسيت بنفسي دابا في شي عصر من العصور القديمة شوفوا ما كنبانش مختفية لكن هذا الشيء كيهبل رائع للغاية الدخول للأجانب 20 ليرة وللأتراك 10 ليرة دخلوا لي أنا على حساب الأتراك حيت هضرت معاهم التركي وقلت لهم راجلي راه ضابط كندخل هنا غير فابور قالوا لي صافي غتدخلي واخا 10 ليرة ماشي مشكل المهم هو نسالي حبيباتي راسي هاد السود وهنا كاين حوض فيه الاسماك هادشي منين كيخرجوا ليه ما كنبانش لكم انا دابا حبيباتي عارفه لكن بغيت نوريكم المناظر مغارة
كتخوف كتخوف. هذه منذ العصور، منذ العصور منذ العصور القديمة جدا جدا جدا. هذا شوفوا هذا سميتو، هذا سميتو كراين كولوم، يعني هذه البودرة اللي تبكي. البودرة هذه البودرة شو سميتها، البودرة بالمغربي ما عرفتش بالعربي، التي تبكي او تدمع لانها دائما تدمع، كلها كتقطر بالماء، هادشي كله كيقطر بالماء. فكتشوفوا هنا الناس لايحين فلوس كيطلبوا امنيات، مع انه هادشي خرافات، بس كيطلبوا امنيات وما نعرف شنو، يعني الاجانب اكثر شيء اللي كيديروا هادشي. ف منظر صراحه رائع، الدنيا كلها ما شو التماثيل ما كيبانش مزيان. خاصني نزرب باش ما يسدوش عليا. مغارة رائعة تحت الأرض، شوفوا الأسماك كتشوفوهم. أسماك أو سالك يعني من هنا ما كيبان والو، ظلام ظلام. نوريكم هذا رأس إنسان على شكل أسعى معروف، مقلوب، رأس مقلوب. كيلوحو قطع نقدية كما كتشوفوا، كيلوحو قطع نقدية هنا وكيطلبوا أمنية، مع أنه هادشي كله خرافات عارفين، لكن كل واحد له الاعتقادات ديالو.
في كيجري ولا بنادم دابا واحد لجمع زي جمع هاد الفلوس يلقى ثروة. هذا هو التمثال اللي كاين اللي وريتكم. حان وقت الرجوع مع انه البلاصه الواحد ما يسخاش بها الصراحه، ريحتها رائعه. كتحسوا براسكم بحال جايين من شي عصر قديم، واحد ما يسخاش يخرج منها والله ما يشبعش. سيدا باش السودا هيت هذه كاينه في سلطان احمد، مقابله مع السلطان احمد، تقطعوا تراموي غادا تبان لكم، غيبان لكم التوريست كيدخلوا من الباب. انصحكم انكم تزوروها، مكان يستاهل انه يتزار، رائع 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 جدا، غيعجبكم انا متاكده. ولكن الاوتوبيس غير 40 دقيقة، شحال 45 دقيقة ديال الطريق والدنيا عامرة واليوم السبت وانا جاني النعاس ما نكذبش عليكم، فايقة مع السلارو بنعسة 3 السوايع، نعس حتى نجي 3 جوج ونص بحال هكداك، ونعس شي 3 السوايع بحال هكداك، ولكن عاد تقهرنت عليك جاني النعاس وانا نعس في الاوتوبيس. خديجه جالسة القدام وانا جالسة اللور وانا نعس، ما حسيت براسي تنعس والله الا بديت كنحلم كنحلم. وصافي خديجه وقف الاوتوبيس في الطريق هذا وهي تهود وانا باقا ناعسه. المره اللي طاحت فوق الراجل وكنت داري خديجه تلفتات ما لقاتنيش وهي زدت تابع الاوتوبيس وكانت تابع الطوبيس الكتيري والمرا جالسه حدا رجلها طاحت فوق الراجل مرا اخرى ويلي الراجل جالس حدا مرتو وملي حبس الطوبيس على غفله الباب بقات كتخبط في الباب هادي تابعها جوج تخبط في الباب والمرا طاحت فوق واحد الراجل جالس طاحت جالسه فوق منه ومرتو بقات غير كتشوف ما فهمت والو وانا حلت عيني وانا نقول ويلي دو مالو بعدين مرا طاحت فوق الراجل وانا نشوف خديجه كتغوت عليا شويتني شويتيني خديجه مش شوك هي شحال مش شوك بس كتغوت 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 كتقول لي اه وصافي غير بشويه وصافي غير بشويه ما عرفتش واش بس تبليت انا ما كنت كنحلم والله حتى كنقسم بالله كنت حابه راسي رانا ناعسه في الليل في نام وسيتي وبنحلم وحق الله العظيم ناري عمرها ما وقعت ليا الطاقه دي ما عمرها ما وقعت ليا. المهم الدموع تهزوا لي وعبد الله. المهم حبيباتي 8 دليل 8 دليل هادي اللي عجباتكم الفيديو ديال الجزء الثاني ما تنساوش تساندوني باللايكات و الله يجعلنا ديما ضاحكين ودايما طرائف. ناري انا وخديجه طرائف في اسطنبول واخا ما كنبانش لكم حبيباتي. المهم كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو لي في راسكم واللي ما مشاركينش يشتركوا في السوبر مارشي. باي باي عليكم.